المرأة ممكن تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بعدة طرق، إنها تروج حق نفسها، تروج حق أفكارها، تروج حق مؤسستها، تروج حق شركتها، يكون مصدر رزق مثل ما تحدثنا اليوم في الحلقة، يكون يعني يمكن حتى منبر أو منصة أنها بس تعبر عن حالها، تعبر عن أمومتها، تعبر عن شغفها، تعبر عن كل الأشياء اللي هي تحبها أو ممكن ما تحبها.